السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا مشاهدينا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام دائما من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. استفاقت العاصمة العراقية بغداد على غرق بعض شوارعها بعد زخات مطرية شهدتها ليلة أمس وفجر اليوم، وشن ناشطون هجوما على الحكومة لتقصيرها في تطوير البنية التحتية للعاصمة رغم المليارات من الدولارات التي قيل إنها صرفت خلال الأعوام الماضية لتطوير هذا القطاع. طبعا أظهرت مقاطع مصورة غمر المياه عددا من شوارع وأحياء بغداد، وتسببت بعرقلة حركة السير وقطع بعض الطرق فيها، وذلك عقب هطول هذه الأمطار. لنشاهد. فيضان بغداد، هذا مطرة واحدة مطرت مو مواية، صارها ساعة مستمطر، فاضت بغداد كلها حتى السيارات فاضت. ما شاء الله. شوفوا صايرة هاي، وين صايرة بيا عالم؟ بس السماوة صارت يا حطي. أول مطرة تكون الكهرباء الوطنية هتتكفي مضخات المجاري، بعد هيك هي بالشوارع، يعني ما شايفين هالتكفي. المفروض هسه استنفار الجهود المضخات لتصفى، شلون تكون المضخات ويا المطر؟ عجيب. هاي شوارع الدورة، طبعا مشاهدينا الكرام نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث اجتاحت مياه الأمطار الممرات والغرف في مستشفى الزهاوي ومستشفى بغداد التعليمي الواقعتين في العاصمة بغداد، وذلك بعد هطول أول زخة مطر. طبعا انتقد ناشطون تردي البنية التحتية في العراق، ولفتوا إلى أن الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد لم تتعامل مع هذه القضية بجدية، بل كانت هناك حالة من الإهمال بدون مراعاة للمواطنين. ولفتوا كذلك إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات المتعاقبة لا تضع حلولا جذرية للمشكلات ولا تحاسب المقصرين. لنشاهد. ناشد وزير الصحة جديد عمي، هاي وضعية، اسفهمون هاي وضعية، هاي الإنعاش من مستشفى بغداد التعليمي، شوف وين واصله بينا، يعني مرضانا نجيبهم هنا يموتون، هذا مي مجاري مال امطار باع وين واصل. اذا انت ترضى يا وزير الصحه شوفوا هذه الوضعيه، هاي العنايه المركزه.
خلونا مشاهدينا نشوف التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من أبو أثير العرجي يقول: ما شاء الله إذا مستشفى ويخر، والله فضحتونا يا حكومة، والله عيب عليكم، بس مال سرقات وفساد ونهب، حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا تعليق من مروة عبد الله تقول: هاي تقنية جديدة بالمستشفيات تخليك تعيش الواقع، عيوني مطر داخل المستشفى، شو تريدون بعد؟ تعليق من بشير الزيدي يقول: هذا مو إنجاز، ليش تقولون ماكو إنجاز؟ هذا مو إنجاز، ليش تقولون ماكو إنجازات؟ لو تفترون العالم كله ما تلقون هيجي إنجاز. وفارس يونس عسكر يقول: ترى كل شيء عادي بالعراق لأن بس يصرحون ويكذبون على الشعب. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى الموضوع الثاني لدينا في هذه الحلقة، إلى محافظة البصرة، حيث وثقت كاميرات المراقبة عملية قتل أحد المواطنين من قبل شخصين حاولا سرقته تحت تهديد السلاح، وهو حاول طبعا الهرب لكن تم إطلاق النار عليه من قبل الشخص السارق وأرداه قتيلا في موقف يعكس الوضع الأمني المنفلت في المحافظات، خصوصا مع اقتراب المحافظة من استضافة بطولة خليجي 25 لكرة القدم. خلونا نشوف. مشاهدينا، المشاكل في العراق ليست فقط في قضية القتل بل أيضا الاختطاف. قائد شرطة بغداد عدنان حمود السلامي قال أنه لا يمر يوم على العراق دون أن يحدث فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة. أشار إلى فقدان أكثر من 450 طفلا منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قد كشفت في وقت سابق عن تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وأكدت حدوث 300 جريمة خلال العام الماضي. طبعا وثقت كاميرات المراقبة محاولة اختطاف طفلة في منطقة فضوة عرب وسط العاصمة بغداد. صورت المشاهد المأخوذة من الكاميرات محاولة شاب الإمساك بطفلة وسحبها بالقوة مع تكميم فمها، لكن إصرار الطفلة ومقاومتها مكنها من الهرب من يد هذا الخاطف في مشهد يعكس الانفلات الأمني في العاصمة وغياب تام للقانون. خلونا نشوف. بس طبعا هي يعني هاي ايه مو استسلمة خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. عندنا تعليق من أبو بنين الغريباوي يقول: بلد تايه، وين الاستخبارات؟ وين الأمن؟ شنو دوركم؟ عندنا تعليق من محمد أبو وسام يقول: العراق من سيء إلى أسوأ، خطف، اغتيالات، دقات عشائرية، سلاح منفلت،
العراق تحول إلى غابة متوحشة لا تصلح للعيش الآدمي. عبير زهور تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أصبحنا نعيش بزمن مخيف، ما حد يستطيع يأمن على نفسه وعائلته، عايشين برحمة الله، لا قانون لا حكومة، بلد تايه وضائع، وعصابات والمافيات تسرح وتمرح كل فترة جريمة شكل. حتى البشر تغير واستهتر، ليقتل ويسرق وليغتصب لأن ماكو رادع. هديل خالد تقول: كل هذا بسبب عدم وجود دولة وقانون، بلد ضائع، حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت هذه طبعا جزء من التعليقات مشاهدينا الكرام. نستقبل اتصالات حضراتكم، ومعنا أبو محمد من هولندا. تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي العزيز. أخي العزيز، العراق سيء من الأسوأ، من حكومة سارقة إلى حكومة سارقة أخرى. العراق ما يجي شخص الآن يفكر بالشعب العراقي ما عدا تلسان جيبه وسرقات المال. فضلوا السيول شنو اللي سواها ببغداد، يعني المي حتى دخل بالمستشفيات. يعني هاي أول مطر هيجي صار. زين، المطر الثاني شي يصير. زين، لو كان اكو مجاري ببغداد قبل كان اكو مجاري وما ماكو شيء، الان ماكو شوارع. حتى الشوارع طيب يعني في ظل الازمه المائي. في ظل الازمه المائيه ابو محمد اللي يعاني منها العراق، شحة المياه والجفاف، غير المفروض اكو استثمار لمياه الامطار الموسميه حتى يكون اكو تغذيه للانهار للاراضي الزراعيه، تنشيط للمياه في العراق؟ ليش ماكو استفاده من هذا من هذه المياه وتذهب هدرا؟ ووين الفلوس اللي انصرفت على هذه القطاعات؟ عزيزي الكلام، كلامك جميل جدا، سؤالك مطروح وسؤالك بناز. طيب، هؤلاء اللي يحكمون في العراق ما يفكرون الا بجيوبهم والا الامطار اللي بينزل على العراق. اذا يكون سدود، سدود في العراق الان، انا حسب معلوماتي اكو مكان 107 مخصصين على سد السيود، اذا سدود، اذا هال 107 يسبوها يعني لا يصير انتفاع فيضانات. ويصير الثروه المائيه من العراق تروى اعتيادي. طيب، وما يكون جفاف. شكرا العراق. شكرا ابو محمد من هولندا، انا اشكر حضرتك، اعتذر طبعا، دائما نختصر بالاتصال. ويانا السيد علي من الديوانيه، تفضل يا علي. علي نص صوت التلفزيون لو سمحت، واسمعني من الهاتف فقط. تفضل علي. حياك الله علي. علي نص الصوت للاخير، نص صوت التلفزيون للاخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من الله يسلمك، احنا مساعدين، صار لنا تذكير بالموضوع عن المخبر السري مجنون. شلون؟ عفوا ما سمعت. احنا رجعنا، صار لنا تذكير عن المخبر السري مسجونين والتعذيب نعم. حضرتك الى الان على ما شاء الله العفو. علي. نعم. انت الان معتقل؟ اي والله. نعم، يعني تحدثنا من داخل السجن. اي والله. طيب، تفضل علي. وصلنا سنتين احنا على مود المخبر السري، يعني المخبر السري كسرنا ونحكم سنتين. نعم. علي، من عرضته الى محكمه، على قاضي؟ ما كان لك محامي داخل؟ حكم، يعني حكموا سنتين، حكموا سنتين على مود المخبر السري، حكموا سنتين. نعم. شنو استند القاضي على الدلائل؟ شنو هي الدلائل الموجوده حتى تدينك؟ الدلائل هاي اعتراف بملكة السلطان، اعترافوا وحكمنا. نعم. يعني لازم عليك تعترف. هسه على مود سلطة العفو، بركة الله يقول لنا والعفو. اكو هيك خبر؟ إلى الآن ماكو هيك خبر يا علي. إلى الآن وعود، ومثل ما كانت وعود في السابق، والعفو دا يجي للمجرمين تجار المخدرات. أنت تسمع أكيد. ها؟ ماكو عفو مباشر يا علي، ماكو عفو عن المساجين، ماكو عفو عام، ماكو عفو خاص، دا يجي للمجرمين. يعني قالوا على أساس العفو بعد ما. نعم. الله يكون بعونكم يا علي.
أتمنى صوتك يوصل. أنا أشكرك، ويعني مثل ما سمعت مشاهدينا الكرام، وحالة علي هي حالة متكررة في كل سجون العراق الحكومية الميليشياوية السرية والعلنية، بسبب التعذيب والمخبر السري والوشايات الكيدية يقبعون في سجون ظلما، وتأخذ الاعترافات بالقوة بالضرب بالتعذيب، يعترفون على أشياء ما مسويها، على جرائم لم يرتكبوها، على جرائم تقع في أماكن ما يكونون أصلا متواجدين فيها. لكن لا عدالة في العراق، وهذا طبعا تصنيف دولي، أن العراق بلد فاسد قضائيا، مؤسسات القضائية فاسدة مخترقة، القضاة فاسدون مرتشون موالون لأحزاب. وهذا الكلام قال هادي العامري طبعا في لقاء سابق، قال القاضي نضغط عليه نهدده نرشيه ونشتريه بالنهاية ويحكم لصالحنا. وبالتالي عندما تسير المؤسسة القضائية في العراق بهذا الشكل لن تكون هناك عدالة. وبالنسبة لقضية العفو العام، مجرد وعود تصدر من كل حكومة تأتي لحكم العراق، وما ينفذ منها هو فقط عمليات الإعفاء أو العفو عن المجرمين، تجار المخدرات، القتلة، غيرهم، لكن عن الأبرياء لا يوجد عفو. نكمل مشاهدينا مع حضراتكم ما لدينا من فقرات أخرى في هذه الحلقة، ونجي إلى فوضى السلاح والدقات العشائرية. طبعا تصاعدت النزاعات العشائرية في شتى المدن العراقية بنسبة كبيرة، وذلك بسبب التراخي الأمني وانتشار السلاح بصورة كبيرة. يفيد مراقبون أن الكثير من الناس يلجؤون إلى لغة السلاح والعشيرة حينما تحدث معهم مشكلة، لأنهم لا يثقون بالقانون ولا بالدولة، لهذا يرغبون بأخذ حقوقهم بأيديهم، وهذا سبب ضعف سلطة القانون، وهو ما أعطى مساحة واسعة لانتشار النزاعات، إضافة لأسباب أخرى منها طبعا الجانب الاقتصادي. مراقبون أيضا أكدوا أن النزاعات العشائرية فتحت الباب لرواج سوق السلاح، حيث تضاعفت أسعار الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وظهر تجار سلاح يتنافسون على بيع تلك الأسلحة في المناطق الساخنة. يشير قانونيون أيضا إلى أن النزاعات تتكرر كل يوم تقريبا، حيث يقف القانون عاجزا عن التدخل، وأكدوا أن الخلل يكمن في تحطيم بنية المجتمع بعد عام 2003 الذي بات يلوذ بالعشيرة وليس بالقانون وليس بالدولة. ويؤكدون أن القانون بعد عام 2003 صار ضعيفا. المقطع اللي حنشوفه هو تحضيرات واستعدادات إحدى العشائر في منطقة حي الجهاد بالعاصمة بغداد، استعداداتها العسكرية بالسلاح لتقاتل عشيرة أخرى. خلينا نشوف الاستعدادات ونرجع. طبعا بعد هذا التحضير وبعد هذه الاستعدادات من قبل هذه العشيرة، حدث الصراع المسلح والنزاع العشائري، حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للنزاع العشائري في منطقة حي الجهاد، حيث تم استخدام مختلف أنواع الأسلحة. طبعا المدونون استغربوا من حالة الانهيار الأمني وعجز القوات الأمنية عن بسط الأمن أو التدخل لإيقاف النزاع، في ظل الوعود الحكومية المتكررة على مدى 20 عاما بحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القانون الرادع دون اتخاذ أي خطوات ملموسة. لنشاهد.
كنا نشوف بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع. أبو إيهاب القرعاوي يقول: وين وزير الداخلية اللي يومية طالع بتوجيه؟ وين رئيس الوزراء اللي شعاره أطبق القانون؟ هسه عرفنا المحافظات بعيدة عنا، بس بغداد هم ساكنين بيها ومحامينها، هاي صعبة. علي عامر رشيد الشمري يقول: لا يا إخوان، أنتم عراقيين وأبناء عمومة، هذا الشيء خطأ، الخلافات والمشاكل بينكم تحل بالتفاهم. يوسف محمود يقول: أين سلطة القانون وإلى أين هالاستهتار؟ عندنا تعليق من محمود جاسم أو قاسم: مسخرة، وين الأمن؟ وين الجيش؟ وين وين ملايين يأخذون رواتب والأمن سايب؟ دولة بلا أمن ولا أمان. طبعا النزاع اللي شفتوه مشاهدينا الكرام كان بين عشيرتي بني سعيد وآل شبل، بني سعيد في الحبيبية وآل شبل في حي الجهاد، وشفتوا هذا النزاع المسلح في العاصمة بغداد مركز الحكومة والثقل الأمني والعسكري، ومع هذا تحدث هذه النزاعات بشكل طبيعي جدا في وضح النهار وأمام أنظار القوات الحكومية دون أن تتدخل. محمد من أمريكا تفضل، حياك الله. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. أحيي وعليكم السلام البطل. حياك الله، أهلا وسهلا. هذا العزيز هو من 2003 رحمة الوزير سووا قتلوا العالم، حجروا العالم، الله يهجم على روسهم. عم ذولا كلهم الحشد الإيراني الصفوي، سفيلك محمد الخطف الجهال، سفيلك الله القتل، السرقات، تفجيرات، في يسوون بالعراق ببغداد هم الحشد الإيراني وجيش المهدي ذولا، وأصايب للحق الباطل ذولا، الميليشيات تبعي كلهم لإيران ليس للعراق. سفيلك الله، لا تقول لي أكو سلطة، ماكو سلطة، هم الميليشيات مسيطرين على العراق. سفيلك الله، يقودوهم المخابرات الإيرانية وحرس الثوري الإيراني. سفيلك الله، لا تقول لي عشائر، دولة تابعين للإحزاب. سفيلك الله، العشائر دولة من 2003 مسقوط، شوخ العشائر الاحتلال. سفيلك الله، تحياتي للقناة الرابعة. شكرا جزيلا سيد محمد الشريفة. من أمريكا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. خلونا نكمل مشاهدينا ما لدينا من مقاطع ومواضيع نعرضها لحضراتكم في هذه الحلقة. طبعا هذه قضية أغلبكم مار بيها، أغلبكم يعاني منها، وهي السفر عبر شركات الطيران الأجنبية أو العراقية من العراق. طبعا اشتكى عدد من المسافرين في مطار بغداد الدولي من تأخير الرحلات الجوية في المطار من قبل بعض الشركات الأجنبية، وتحديدا شركة إيرانية، طبعا هنشوف بعد شوية. حملوا إدارة المطار والحكومة الحالية مسؤولية التقصير الحاصل وسياسة اللامبالاة اللي تتعامل بها هذه الشركات مع حقوق المسافرين على متنها، نتيجة طبعا لغياب الأنظمة الرقابية، القوانين الرادعة داخل أروقة المطار، وعدم محاسبة تلك الشركات، والذي فسح المجال لتصبح ظاهرة مستدامة وباب جديد من أبواب المعاناة للمواطن العراقي. خلونا نسمع. إحنا مسافرين إلى مشهد على شركة اسمها آتا، من الساعة 10 صباحا وإلى الآن الساعة 8 لازلنا في المطار، نطالب بكرامة الإنسان العراقي. في كل مكان بالعالم هناك كرامة للإنسان، باستثناء العراقي لا كرامة له. إذا بيكم واحد شريف يطلع حقوق هاي الناس، من محمد السوداني إلى وزير النقل إلى مدير المطار، إحنا 11 ساعة صارنا قاعدين بالمطار. أكو احترام للإنسان أو لا؟ شركة شو اسمها مولانا؟ شركة آتا وشركة فلاي بغداد البارحة من الساعة 9 إلى الساعة 9 صباحا يلا طارت، يعني من الساعة 6 إلى الساعة 9 يلا طارت. إذا بيكم شريف يطلع حق وكرامة هاي الناس، الناس لا طالبة منكم نفط ولا طالبة منكم مال، طالبة كرامتها، حتى كرامتها انهدرت. خلونا نشوف بعض التعليقات اللي وردت بشأن هذا الموضوع والمقطع مشاهدينا الكرام. عندنا تعليق من صفا الورد تقول: شركات الطيران بالعراق ماخذة راحتها، ماكو أي رقيب والأخطاء تتكرر دائما. عندنا تعليق من سارة حسام تقول: نفس معاناة صارت ويانا على فلاي بغداد، والله مهزلة، ومن نحكي أبو المطار يقول أني ما عليه، اشتكوا على شركة الطيران. عندنا تعليق من خالد
يقول شركات الطيران التي تعمل بالعراق سواء عراقية أو غير عراقية تعمل براحتها لا حسيب ولا رقيب وصايرة هيته، متى تنتهي مثل هكذا مهازل؟ عندنا تعليق أيضا من حيدر شبع يقول هذا الأمر صار لسنين بعد يتكرر والشعب هو الضحية، والسبب يعود لعدم أخذ الجهات المعنية الإجراء اللازم بحق تلك الشركات المستهينة بحقوق الآخرين. كانت هذه طبعا جزء من التعليقات مشاهدينا. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية، ونكمل الحديث مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء. نستقبل السيد أبو صلاح من كربلاء، تفضل يا أبو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حياك الله أبو صلاح، أهلا وسهلا. الله يسلمك أسلم عليكم أبو خاطر راحبين المحترم. الله يحفظك يبارك بيك، تفضل. الله يسلمك. أما في طرق موضوع اليوم موضوع اليوم العشائر هو نعم هذول مو عشائر، هذول منتمين لوزارة أحمد محمد. شلون؟ يعني منتمين هذول قاتلين مو عشائر، هذول من الشياط. هذول أكو من سندهم. أما الفقير إذا غار وإذا خط عارف لا تنزل بذلك. نعم. وأنت تدري من فكرة هذا خير في بلد الإلزامي. عرض عليه ليه المالتي بالبداوة، عرض عليه ليش الموت وطني، وقال إذا صار جيش وطني كلام غير. طيب بس 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 حتى لا نروح الغير موضوع النزاعات العشائرية اليوم، النزاع نعم. اللي صار في بغداد مركز الحكومة والثقل الأمني والعسكري، وين التدخل عن فض هذه النزاعات ومحاسبة من يحملون السلاح خارج إطار القانون وسحب السلاح منهم؟ ليش ماكو إجراءات وهي ده تحدث هذه النزاعات في قلب العاصمة مركز الحكومة؟ نعم ماكو دخل من القوات من هذول، قلت لك ما حدا حاسب. ثانيا هم الفقرات الفقير يسوي قطلايب والمن من تيمين إلى من السياط، يعني كل هذول حشد من حشد من المتكلم أقل من حسين محمد. نعم. فما يدخل القوات الأمنية ما تدخل بعض، يدخلوا الفقير إذا زاد يوم مثلاً أو ما كانت نظام راسل بالبدو. نعم. طيب. نعم. أنا أشكرك أبو صلاح من كربلاء، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نكمل ما لدينا مشاهدينا الكرام من مواضيع أخرى في هذه الحلقة. طبعا ننتقل إلى فقرة الهاشتاج. لدينا في موقع تويتر تفاعل كبير من عدد من الخريجين القدماء على وسم التعيين مطلبنا للتذكير بمعاناتهم، حيث حرموا لسنوات عديدة من الحصول على وظيفة ما فاقم من معاناتهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتبدد طموح الكثير منهم في إيجاد مصدر دخل لإعانة أسرهم. عندنا مجموعة من التغريدات جئنا بها لحضراتكم. بارق العراقي يقول نحن ضحية الفساد والرشوة والمحاصصة والمحسوبية وسوء الإدارة والتخطيط للحكومات السابقة. أم زينب تقول
نحن شريحة الخريجين المهمشين والمظلومين نطالب بإضافة فقرة في الموازنة تضمن حقوقنا، وهي التعيين دون قيد أو شرط العمر. خلود تقول: التعيين من حق الخريج القديم، فالكل قد أخذ حصته ونحن ننتظر حصتنا. وعلاء يقول: لا تحطموا أحلامنا، فنحن أكثر الفئات ظلما، نحن الخريجين القدامى بحاجة للتعيين. طبعا طرحنا قبل بضعة أيام مشاهدينا قضية العمالة الأجنبية، وبحسب أرقام الحكومة هناك أكثر من 1,500,000 عامل أجنبي في الشركات الخاصة في العراق، والعراقيون هم أولى بهذه الوظائف في بلدهم، هم أولى بأن يحصلوا على رواتب هذه الوظائف، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من البطالة تصل إلى 40% بحسب أيضا الأرقام الحكومية. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا ضمن الفقرات. طبعا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على تنامي ظاهرة الانتحار والأسباب والعوامل التي ساهمت على ارتفاع معدلات الانتحار في البلاد، وعدم اتخاذ الجهات الحكومية أي إجراء تحد من هذه الأرقام المتسارعة في الصعود وتسهم في خفض أعداد المنتحرين عن طريق توعية أو غيرها من هذه الإجراءات، أو طبعا معالجة مشاكلهم هي في الأهم أو في مقدمة المسائل أو الواجبات التي يجب على الحكومة أن تقوم بها. دعونا نشاهد. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم في حلقة صوتكم لهذا المساء. ويانا السيد أبو الحسن من البصرة، تفضل يا أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد. حياك الله. أنا العائد من سنة في أكثر من سنة اليوم. حياك الله أبو الحسن. حياك الأستاذ محمد. أولاني حتى بالدقيقة من الوقت إذا أمكن الآن هم جدا إلى الشعب العراقي. سيد أبو الحسن، عندنا مشكلة أنه صوتك غير واضح، تقدر تغير مكانك إذا تقدر؟ ممكن سبب سوء الشبكة؟ نعم تفضل. لا تسمعني؟ أسمعك. أستاذ محمد، عبد أنقر رسالة مهمة. نعم. من جنوب العراق وخاصة الناطق من بغداد إلى البصرة. طيب. الشارع الجنوبي يطلق أبو الحسن، أبو الحسن أعتذر منك، صوتك مو واضح، أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية لعل وعسى يكون الصوت أفضل، لأن الصوت حقيقة غير مفهوم وحتنظلم الرسالة مالتك وما راح نفهم منها أي شيء، فأرجو منك تعاود الاتصال بس مرة ثانية. لا الصوت مو واضح للأسف، الصوت بمشكلة غير مفهوم، وحتى أفهمه أرجو منك تعاود الاتصال مرة ثانية، تغير مكانك إذا تقدر، والأخوة بالاتصالات إن شاء الله يتواصلون وياك بشكل مباشر. ويانا أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو عمر. يا أشكرك أستاذ محمد. بالنسبة لموضوع الفيضانات اللي صارت اليوم عندنا ببغداد والمحافظات كلها. نعم. هذا الموضوع أستاذ يعني من الصعب جدا أن يكون بلد العراق ومحافظاته من بلدان، يعني نقدر نقول العراق من بلدان الأغنياء، يعني الغالي عندنا ثروات النفط، ثروات يعني المقدسات الدينية، كل هاي الأمور اللي عندنا تصير عندنا العراق، إن ما خضعت هاي الحكومات الفاسدة اللي ما بنت العراق من 2003 ولحد الآن. هذه المجاري اللي قاعد عندنا قاعد يصير بها السدادات، وهاي المياه اللي قاعد تروح للأسف يعني هترت. يعني وين الفلوس المخصصة المفروض للبلديات حتى تقوم بواجبها بالمعدات اللي عندها والإمكانيات حتى تستفيد من مياه الأمطار؟ شفطها من الشارع، سحبها، توجيهها إلى أماكن أخرى، تغذية الأنهار، يعني وين الأموال اللي قيل إنها صرفت على البنية التحتية بالعراق؟ أستاذ محمد، هذا دليل على إنه من بنشوف إحنا كعراقيين نشوف سيارات البلدية قاعدة تسحب المياه من الشوارع وقاعدة تروح تذبها بسم الله بالمجاري بالمياه الثقيلة. هذه يعني دلالة على إنه الحكومة ليس لها ولاء وليس قادرة إنه تبني سدود وليس له إنه فكرة، يعني نقدر نقول للمستقبل إنه كيف إنه تنشئ العراق، تنشئ شعب، يعني تنشئ كمواطن، تنشئ إنه هي حكومة كعراقيين نفتخر بهاي الحكومة ونعتز بهاي الحكومة. هذه للأسف إنه تجي هاي الوزارات الفاسدة، وزارة البلدية، كل هاي الوزارات اللي مسؤوليتها انه لازم ان تكون يعني من واجباته ان تسوي سدود، ان تسوي يعني فد. نعم، لكنها لا تقوم بواجباتها. انا اشكرك ابو عمر من بغداد. عندنا السيد محمد من السماوه، تفضل يا محمد، حياك الله. طيب، فقدنا الاتصال ويا محمد من السماوه. شفتوا حضراتكم مشاهدينا المقاطع اللي اثبتت سوء البنيه التحتيه وانهيارها في العراق، زخات مطر بسيطة محتاجها العراق بشدة حقيقة، يعني بسبب الظروف الحالية والجفاف وأزمة نقص المياه وجفاف الأنهار أو البحيرات، والعراق بحاجة ماسة إلى أي قطرة مطر تأتي أو أي قطرة مياه تأتي من أي مكان، ولكن لا يتم استثمارها للأسف الشديد بشكل واضح. وأي زخة مطر اليوم دا تصير بالعراق دا تحدث فيضانات وغرق للمناطق، شوارع تدخل إلى البيوت، إلى المستشفيات مثل ما عرضنا. من المفروض يحاسب هنا؟ من المفروض يحاسب على هذا التقصير وهذا الفشل في معالجة البنية التحتية، في تطويرها، في تعميرها؟ ليش
مرت هذه السنوات على العراقيين ومليارات قيل إنها صرفت على قطاع البنية التحتية والبلديات والخدمات، لكن ماكو شيء ملموس. اليوم 19 سنة تتحدث هذه الأحزاب عن منجزاتها، وين المنجزات في هذه المشاهد اللي نشوفها؟ إن كنا نتحدث عن خدمات طبعا هناك ملفات كثيرة في العراق وملفات معلومة للجميع، لكن خلونا نتكلم عن هذا الملف المهم والخطير. اليوم الدول كلها تفرح، الدول طبعا المحترمة اللي بيها بنية تحتية وبيها أنظمة صرف صحي وتصريف مياه الأمطار وغيرها، تفرح لما تجيها أمطار في ظل هذه المشكلة العالمية حقيقة، مو بس بالعراق، أزمة نقص المياه، لكن في بلد محتاج المياه بشكل كبير جدا بسبب التصحر والجفاف وغيرها، غير المفروض أكو استثمار، غير المفروض أكو انتهاز لهذه الفرص اللي تأتي والهدايا الإلهية اللي تأتي على شكل مياه الأمطار أنه يتم استثمارها بشكل صحيح. معنا اتصال السيد محمد من السماوة، تفضل. ألو، حياك الله محمد. بالنسبة يا أخي كوضع هنا في مدينة السماوة يا سلام، مدينة منكوبة، وإنما اللي يديرون أعمالها أنا والأستاذ محمد مباشر. أسمعك، نعم أسمعك، أنت على الهواء مباشرة سيد محمد. أستاذ محمد، الوضع في السماوة هنا يا سلام، مدينة كوبا اللي يديرون لا أبسط شيء. لأن إلا تنتمي لك الميليشيا أو العصابة اللي تم على تعيين. نعم. وإذا ما عندك، وإذا ما عندك ميليشيا أو عصابة تنتمي لها؟ لا، عندك أنت عراق الكرام ما تمشي تشتغل بهذه التعيين. نعم. وأنا أحد الناس الموجودين هنا معك المتحدث، والله عندي أربعة ما عندي أربعة مكاني دراسات، مهندس مدرس مدرسة. نعم. وصارهم خمس سنوات وحتى سيد محمد، هي هاي العدالة الاجتماعية اللي وعدوا بها العراقيين، هي هاي الحقوق اللي تذهب إلى أصحابها؟ العدالة الاجتماعية إذا موجودة في الصحر موجودة هنا في المدعد. سيد محمد، اكو ناس يقولون انجازات هذه الاحزاب موجوده، ولينكر انجاز مثلا حزب الدعوه او تيار الحكمه او ما اعرف منه، هذا واحد ما يشوف هذه الاحزاب قدمت وخدمت العراقيين. ايش قدمت وخدمت؟ ممكن نفهم الانجازات هي انجاز مخلينها شنو ده على عبارة عن مقسمة لكل دائرة، ما تنتمي لأي دائرة أو حزب تسلم أنت. تجي لك العائلة موظفين مخصصات عكي كار تجين سياس كله يسلمها، والله العائلة اجتماعية ما ما ذكر العائلة اجتماعية. نعم سيد محمد، محمد من السماوة، نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، وإن شاء الله صوتك يصل، وهي رسالة إلى من يعتقد أن هذا البلد قد خدم من قبل الأحزاب. اسمعوا كلام هذا الرجل، رجل من مدينة السماوة يعاني مثل كثيرين من أهالي الوسط والجنوب ومعظم العراقيين، طبعا الغالبية العظمى طبعا من العراقيين يعانون لأنهم ما ينتمون لحزب أو ميليشيا يدعمهم ينصفهم ينطيهم فرصة عمل بالواسطة والمحسوبية، طبعا يساعدهم بالحصول على وظيفة على راتب على قطعة أرض على تسهيلات حكومية بيعيش حياة كريمة. فإذا ما عندك أنت هذه المساعدات من حزب أو ميليشيا ستعاني مثلك مثل بقية العراقيين. فالسؤال هو شنو هي الإنجازات اللي حققتها هذه الأحزاب؟ وين العدالة الاجتماعية؟ وين الحرية الديمقراطية؟ الرفاه الاقتصادي؟ وين الخدمات؟ البنية التحتية وينها؟ هذه الأسئلة حقيقة توجه إلى كل من يعتقد أو لا يزال يعتقد أن هذه الحكومات أو الأحزاب قدمت شيئا للعراقيين. احنا وصلنا طبعا إلى نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، عندنا وقت طيب ناخذ بها اتصال بعد عندنا دقيقة واحدة. أبو علي من بغداد، تفضل. بس على مستوى المطار، المطار احنا صرنا قبل فتره من مشهد اكو طائره اسمها عاطف
صار خلل بيها. الخلل تصليح الخلل بقى تقريبا ساعة ونص واحنا بداخل المطار. نعم. طلعنا بالخمسة الفجر، احنا كنا بالخمسة الفجر على اساس الموعد مال الطيارة. نعم. اتأخر ساعة ونص بدلها قايش. يعني من احكي لك اياها الدوخ شو الدوخ. بدلها قايش وهذه ورا ساعة ونص طيرونا بالطيارة. زين 150 راكب بيه. نعم. هاي 150 راكب لو 200 يعني ايش يقولون علينا؟ يعني لا اكو انترنت مظاهرات. لا اكو شيء تكتب رساله وتوديها لعائلتك. زين يعني الدوله ما تحس من تخلينا هيك بدون طيارات يروح واحد يروح يعني سياحه لايران. نعم. شو يسوي؟ يعني احنا لو ماشيين طياره واضعه تجيبها. طيب. لقبل فتره هي يقولون اكو صار خلل الطياره. اذا منها عاتف يعني هاي كل المواطنين العراقيين اي طياره، هاي الطياره لا حد يطير بها. طيب سيد ابو علي. نعم انا اشكر حضرتك، طبعا وصلت الرساله والفكره مالتك، ومشكلتك هي مشكله عامه في العراق. شركات الطيران الخاصه او الحكوميه او شركات الطيران الاجنبيه حقيقه، لان تشوف الوضع فالت بالعراق، بلد فوضوي وماكو نظام وماكو دوله تدافع عن حقوق ابنائها، فيسوون براحتهم ويتصرفون مثل ما شفنا بالمقطع. 11 ساعه مسافرين عراقيين على متن طائرة إيرانية متجهة إلى مدينة مشهد، منتظرين 11 ساعة لأن الطيارة تأخرت وماكو تعويض وماكو جهة حكومية تدافع عن حقوق المسافرين العراقيين وتطالب هذه الشركة بتعويض أو غرامة تفرض عليها أو عقوبة معينة مثلها مثل أي إجراءات متبعة في العالم. لكن بالعراق ماكو هذا الشيء للأسف، فعلى المواطن والمسافر أن يتحمل لأنه هذا البلد ماشي بالفوضى. أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.